أنا أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي علي، التخصص بتاعي إيجيبتولوجي، دارس لغة مصرية قديمة بالخطوط بتاعتها المختلفة، وده التخصص بتاعي في الكلية وفي الدراسة بعد التخرج. معلوماتي كلها عن العلوم الحيوية والروحية في مصر القديمة بجيبها من خلال ترجمة النصوص الأثرية، النصوص الهيروغليفية والهيراتيكية اللي موجودة على البرديات وعلى الآثار، فده مصدر المعلومات بتاعتي اللي أنا بشتغل فيه بحكم تخصصي في علم المصريات. أنا عملت الأسبوع اللي إحنا في ده بدأناه، كان أول يوم امبارح، تحت مسمى علوم الطاقة الحيوية في مصر القديمة، وده أسبوع عبارة عن سلسلة محاضرات اتكلمنا فيها امبارح، كانت البداية، واتكلمنا فيها عن نظام الشاكرا الهندية والكابالا اليهودية اللي هو يعتبر الطرق الصوفية القديمة والجذور بتاعتها، جذور الطرق الصوفية دي في مصر القديمة اللي هو بيتسمى تحت اسم تري اوف لايف، شجرة الحياة في مصر القديمة، وازاي كان اجدادنا حاطين او عندهم اقدم نظام شاكرا سيستم واقدم نظام او طريق صوفي في العالم. اليوم التاني بقى النهارده، طبعا اللي ما حضرش امبارح، انا بيتهيألي ان انا تابعتكم كلكم، كنت بديكم لينك المحاضره بتاعت امبارح عشان تقدروا تتفرجوا عليها. اليوم بتاع النهارده هو اليوم التاني في سلسله علوم الطاقه الحيويه في مصر القديمه، وهو عن العلاج بالطاقه الحيويه، سواء بقى تحت مسمى برانيك هيلينج، المدرسه الهنديه، او الريكي هيلينج. طبعا احنا اتكلمنا امبارح زي ما قلنا على الجزء الاول اللي هو الشاكرا، وبدأنا نتابع جذوره من مصر القديمة والمدارس الصوفية المختلفة لحد ما وصلنا للصوفية الاسلامية وشمس الدين التبريزي وتقسيمة النفس البشرية زي ما شفتوا في الفيديو. النهاردة هنتكلم عن الشفاء بالطاقة الحيوية او العلاج بالطاقة الحيوية. في الهند بيسموها البرانيك هيلينج، في الصين بيسموها تشي او طاقه تشي، في اليابان بيسموها ريكي، احنا عندنا في مصر بنسميها الرقيه الشرعيه في الجانب الاسلامي. فايا كان المسمى بتاعها فهي كلها ويز مختلفه بمسميات مختلفه بتؤدي لنفس الغرض. فنفس النظام هنتكلم النهارده عن البرانيك هيلينج او الريكي وعلاقتها برضو وتأصيل طريقه العلاج بالطاقه الحيويه في مصر القديمه. تعالوا نشوف الموضوع بيتم ازاي وايه الفرق او الحاجات البسيطه اللي بتفرق ما بين البرانيك وما بين الريكي، وهل يا ترى المدرسه المصريه القديمه في العلاج بالطاقه الحيويه بتشمل الاثنين ولا في اختلافات معينة ولا ايه، وبرضو نبدأ في التراك بتاعنا نمشي كويس. اول حاجة طبعا سواء المسميات البرانيك هيلينج او الريكي او تشي او العلاج في مصر القديمة او المدرسة في العلاج في مصر القديمة كانوا بيسموها سخم، سخم اللي هي الطاقة الحيوية. الفكرة كلها في المدارس دي هي الشفاء الذاتي باستخدام الطاقة الحيوية. يعني ايه طاقة حيوية؟ يعني مراكز الطاقة الداخلية اللي جوه الانسان بتبدأ ان هي يحصل فيها بعض الخلل، فالخلل ده بيظهر ليه تأثير نفسي، ولو ما تعالجش بيبدأ يظهر التأثير النفسي ده على شكل اعراض جسدية. فالاساليب بتاعت العلاج دي كلها بتعتمد على ان انا استخدم الطاقة الحيوية او اعمل كولكتيف للطاقة الحيوية اللي في الكون من حواليا عشان تساعدني ان انا اتعالج او ان انا اخف. سواء بقى الوان البرفيومز والروائح المختلفة، عن طريق الصوت والموسيقى او الذبذبات بتاعت الصوت، او عندنا مثلا في الشكل الاسلامي القرآن والصوت بتاعه، الاحجار والطاقة بتاعتها اللي هي الاحجار الكريمة، المعادن، بنستخدم كل الحاجات اللي في الكون من طاقة حيوية طبيعية في الكون عشان نعالج بيها حاجة اسمها الأثير.
الأثير، أو بنسميه في مصر القديمة الكا، أو بنسميه بالعربي القرين، أو أيا كان المسمى بتاعه، هو جسم طاقي، جسم طاقي يشبه الجسم الفيزيكال بتاعنا. فعن طريق توجيه الطاقة الحيوية المستمدة من الطبيعة ومن الكون من حواليك، لأن أنت توجهها للإثير ده أو للجسم الطاقي الغير مرئي أو الغير فيزيكال بتاعك، فهو بينقل الطاقة الحيوية اللي بيكتسبها دي للفيزيكال بادي بتاعك، وبيأثر على الجوانب النفسية بتاعتك، فبيتم بناء عليه العلاج بالشكل ده. فدي حاجة يعني يعتبر تبسيط ل يعني ايه علاج بالطاقة الحيوية، ان انا بستخدم او بستمدها من الكون من حواليا، وببدأ اوجهها للجسم الطاقي بتاعك او للإثير بتاعك او للكا بتاعتك او للقرين بتاعك، ومن خلال القرين او الجسم الطاقي ده بيتم شفاء الجسد المادي والجوانب النفسية. في مصر القديمة أجدادنا كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا دلوقتي كانوا بيقولوا بانتر وعوعو، الإله الخالق واحد، امنترو، وبيتجلى في كل شيء. إحنا عارفين على اختلاف الأديان كلها، سواء كنت مسلم أو مسيحي أو بوذي أو أيا كان الاعتقاد بتاعك، أنت عارف إن في مصدر جاي منه كل شيء في الكون. أهو المصدر ده أو الإله الخالق للكون ده بيتجلى بالطاقة بتاعته في كل حاجة بيخلقها. يبقى إذن الطاقة بتاعت الإله متجلية في كل شيء، في أكلك وفي شربك وفي الأحجار اللي موجودة في الكون، في المعادن اللي موجودة في الكون، في الشمس وفي الهواء وفي النجوم، وفي كل حاجة الإله متجلي فيها. من ضمن الصفات أو التجليات بتاع الإله الخالق أو مصدر الكون ده، هو إن هو مصدر شافي، يعني مصدر بيساعدك على الشفاء. فبما ان المصدر بتاع الكون وخلق الكون ده هو الشافي، هو المعافي زي ما احنا بنقول كده، فاذا هو بيتجلى في كل شيء، فانت تقدر تستخدم كل شيء هو متجلي فيه بطاقته الشفائية في ان انت تشفي نفسك او ان انت تعالج نفسك. فده المبدأ اللي قامت عليه العلاج بالطاقة الحيوية في مصر القديمة، ان الاله او مصدر الكون واحد، وبيتجلى المصدر ده بطاقته الشافية في كل حاجة في الكون. الفرق بقى ما بين المدرسة بتاعت البرانيك هيلينج، ما بين الريكي، واللي ما بينهم، الفروقات اللي ما بينهم ايه، وبعدين نرجع ورا شوية للمصري القديم او المدرسة المصرية القديم في الايه العلاج بالطاقة الحيوية، ونقدر نشوف هي بتجمع ايه او لو مقصرة في حاجة او كده. يعني اول حاجة البرانيك هيلينج اللي هو العلاج بالصوت، سوري، العلاج على الطريقة الهندية او البرانا الهندية. الصوت بتاعي واضح كده للكل ولا استاذ اشرف بس اللي عنده مشكلة في الصوت؟ الصوت واضح، الصوت واضح. اوكي تمام، اشكرك. اول حاجة البرانيك هيلينج او البرانا او المدرسة الهندية في العلاج بالطاقة الحيوية، عبارة عن ايه البرانيك هيلينج؟ هي عبارة بشكل مختصر عن استعادة طاقة الحياة. ان انت دلوقتي لما طاقة الحياة او الطاقة الحيوية بتاعتك او طاقتك بتخلص او بتستنفذ، بتبدأ تحس ان انت نفسيا تعبان وزهقان او حزين، وجسديا مرهق ومنهك. فهي دي الفكرة وده الاحساس. البرانيك بقى مهمته ان هو يرجع لك او يشحنك مرة تانية بشحن الطاقة حيوية، ترجع لك النشاط والحيوية الجسدي والعقلي والنفسي والروحي مرة تانية، ويبقى عندك اقبال على الحياة. فده الفكرة والاساس بتاع البرانيك هيلينج المدرسة الهندية. طيب بيعمل ايه علشان المعالج او البرانيك هيلر ده يبدأ يشتغل؟ الاول بيبدأ بعملية فحص، بيعمل عملية فحص او اختبار لحاجة اسمها الهالة الطاقية. انت دلوقتي حواليك هالة طاقية كبيرة، لما بيحصل خلل في الهالة الطاقية دي بتبدأ تظهر على شكل اعراض نفسية وبعدين الاعراض الجسدية.
فالمعالج بيبدأ في البداية ان هو يعمل تشخيص علاجي، بيبدأ يسألك، بيبدأ ان هو يناقشك علشان يعرف بالظبط انهي هالة طاقية اللي عندك متضررة بسبب الـ 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 الأحداث اليومية او علاقاتك مع الناس او ايا كان السبب بتاعها اللي ادى ليها في حالة من الخلل. فبيبدأ في البداية بفحص الهالة الطاقية او العلاج والتشخيص. بعدين مجرد ان هو عارف الهالة دي اللي فيها الخلل، بيبدأ عملية تنظيف للهالة الطاقية اللي فيها خلل عندك. في البداية الاول لازم ينظف او يسحب منك النيجاتيف انرجي او النيجاتيف افكت اللي هو التأثير اللي ادى لعدم وجود بالانس في الهالة دي. هنتكلم دلوقتي عن موضوع المانترا. حاضر، المحاضرة النهاردة ان شاء الله هتغطي حاجات كتير قوي. فاول حاجة بيبدأ بالتشخيص ويشوف الهالة اللي فيها مشكلة، بعدها بيبدأ بعملية التنظيف بتاع الهالة دي، وبعد كده بعد ما بيبدأ ان هو ينظف الهالة اللي فيها الخلل، يبدأ بعد كده عملية شحن الهالة اللي كان فيها خلل دي بطاقة حيوية نظيفة. بيجيبها منين؟ بيبدأ المعالج في البرانيك هيلينج، في المدرسة الهندية للعلاج، ان هو يسحب او يعمل كوليكتيف، جمع للطاقة الحيوية من المصادر المختلفة بتاعتها، سواء من طاقة الشمس، من طاقة القمر، من طاقة الأحجار، من طاقة الألوان. يبدأ ان هو المعالج ده يعمل كوليكتيف للطاقة اللي ليها علاقة بالشاكرا اللي فيها ضرر، ويبدأ ان هو يوجهها للشخص المريض بس بدون ما يلمسه، عن طريق حركات او عن طريق توجيهات بدون لمس للايه، للجسد بتاعه. يبقى اذن البرانيك هيلينج تشخيص في البداية. رقم اتنين بيبدأ ان هو يعمل سحب للطاقة السلبية. رقم ثلاثة يبدأ يعمل كوليكتيف للطاقة الحيوية الجديدة من مصادرها المختلفة، وبيوجهها ناحية الجسد او الشخص اللي فيه اللي عنده مشكلة، او للهالة بتاعت الشخص اللي عنده مشكلة. كمان الموضوع ده بيبقى عبارة عن، او بيستخدم ايه المعالج وهو بيوجه الطاقة الايجابية او الطاقة العلاجية الجديدة دي. بيبدأ ان هو يستخدم بعض تمارين التنفس والتخيل والتأملات للشخص اللي بيتعالج. بيبدأ ان هو بيقول له تخيل كذا، اتنفس بالطريقة الفلانية اثناء جلسة العلاج، وهو المعالج بيوجه ليه الطاقة علشان الشخص ده يستقبلها في الهالة بتاعته. بيبدأ المعالج يستخدم بعض تمارين التنفس وبعض التأملات والتخيلات علشان خاطر، وبعض الالوان عشان خاطر يوجه الطاقة دي. بيديله كمان ممكن بعض الوصفات الغذائية او العشبية، اشرب كذا او كل حاجة لونها كذا. فبيبدأ ان هو يستخدم كل المصادر بتاعة الطاقة اللي هو عايز يوجهها للشخص ده من مصادرها الطبيعية، ويبدأ يديها له. ده المدرسة بتاعة البرانيك الاساسية او الرولز الاساسية فيها. اما الريكي بقى، الريكي هنا مدرسة تانية. الريكي هي المدرسة اليابانية، الاعتماد بتاعها الأساسي نفس الموضوع، هو إن هي بتوجه للشخص طاقة حيوية علشان تحلله مشكلة عنده نفسية أو جسدية، ولكن بتعتمد بشكل أساسي على طاقة كف اليد، على طاقة كف اليد اللي بيوجه منها المعالج للشخص المريض الطاقة بتاعة الشفاء، عن طريق لمس بعض المناطق جوه الجسم اللي ليها علاقة بمركز الطاقة او الشاكرا اللي هو تعبان او فيه خلل عنده. فهنا الريكي مع البرانا، البرانيك هيلينج مفهوش لمس ولكن فيه شفاء من بعيد. البرانيك بيعتمد على كف اليد وتوجيه الطاقة الشافية منها الى الشخص الايه، المريض في المكان بتاع المرض. وبرضه بيستخدم أثناء نقل الطاقة بتاعة الشفاء تمارين معينة. وفيه في الريكي ثلاث أنواع من أنواع العلاج. ممكن أنت تتعلم الريكي علشان تعمل سيلف هيلينج، تعالج نفسك،
وممكن ان انت تمارس اكتر علشان تقدر تعمل هيلينج تو اذر، تعالج الاخرين، وممكن توصل ان انت تبعت طاقه علاج وشفاء لشخص مش موجود معاك، يعني بينك وبينه بلاد او مش موجود فيزيكال معاك. برضو بيبقى الشغل بتاع الريكي كله على علاج الاثير اللي هي الهاله الطاقيه او الكا او الكارين بتاع الشخص، فهو بدوره بينقل العلاج للفيزيكال وللجانب النفسي، فالشخص بيبدا يخف. الفرق ما بين الريكي والبرانيك كمان بيبدا في حاجه، احنا قلنا ان البرانيك هيلينج بيبدا الاول يعمل عمليه تشخيص، بيبدا ان هو يتناقش مع الشخص المريض عشان يعرف هو انهي هاله طاقيه اللي فيها مشكله. بتاع الريكي لا، المعالج بطاقة الريكي بيتعامل على اساس حدسه هو كمعالج، هو شعوره بالشخص المريض لوحده من غير ما يسأله. البرانيك هيلينج بعد ما بيبدأ ان هو يشخص المريض بيبدأ في عملية سحب الطاقة السلبية الاول عشان يدخل مكانها طاقة ايجابية. الريكي لا، هو بيكتفي بان هو يدخل طاقة ايجابية للشخص المريض، وهي بدورها هتتخلص او هتعمل على تخليص الشخص من الطاقة السلبية اللي فيه وتحل محلها الطاقة الإيجابية وخلاص. لكن البرانيك بيسحب الطاقة السلبية الأول بعدين بيدخل الطاقة الإيجابية، الريكي بيبص طاقة إيجابية مباشرة للشخص على أساس إن هو هي لوحدها هتبدأ تعالج الأماكن السلبية أو الأثر السلبي. طيب الحاجة الثالثة اللي ما بين البرانيك وما بين الريكي، البرانيك هيلينج بيبدأ ان هو يعمل كولكتيف زي ما قلنا للطاقة الحيوية الجديدة من مصادرها الطبيعية، من طاقة الشمس مباشرة، طاقة القمر مباشرة، طاقة الأحجار مباشرة وهكذا. لكن الريكي بيعتمد على الرموز في توصيل الطاقة. يعني ايه؟ يعني مثلا عندهم رموز معينة او فيها رموز معينة لإرسال طاقة الشفاء مثلا لشاكرا الثيرد آي، او لإرسال شفاء لشاكرا الثروت او الكراون او غيره. ففيه رموز بتبقى وسيطة، اللي هي الرموز دي بتعمل الكولكتيف للطاقة بتاعت الشفاء، ومنها للشخص المعالج، ومن كف الشخص المعالج للشخص اللي بيعاني من المرض. فهنا فيه رمز في النص، الرمز ده اللي بيتم من خلاله جمع الطاقة بتاعة الشفاء واستخدامها في العلاج. فدي الفروقات البسيطة ما بين البرانيك هيلينج والريكي. البرانيك هيلينج والريكي الاثنين لو الإنسان استخدمهم فيعتبر بيعمل عملية شفاء أسرع بكتير جدا من استخدام واحدة فيهم. كل واحدة فيهم بتاخد وقتها أكيد، وبتاخد جلسة اتنين تلاتة على حسب الشخص ومدى صعوبة الحالة اللي فيها أو سهولتها، لكن الاتنين في حالة كويسة جدا جدا جدا. بس منين مدرسة البرانيك هيلينج بدأت ومنين مدرسة الريكي بدأت؟ البرانيك هيلينج قلنا هندية، والريكي يابانية، والمدرسة التالتة اللي هي تشي صينية. التلاتة شبه بعض كتير، ان هم زي ما قلنا بيعمل كولكتيف للطاقة الحيوية من الكون وبيوديها للشخص اللي عنده مشكلة نفسية او جسدية. الحضارة اليابانية والصينية والهندية كانوا بعد او جم او قاموا بعد الحضارات القديمة اللي كانت موجودة في الشرق الادنى وحضارة وادي النيل. فبالتالي في جذور للمدرستين في مصر القديمة، جذور للمدرستين في مصر القديمة. اللي هي ايه المدرسة في مصر القديمة بقى؟ كان اسمها العلاج بطاقة سخم، بطاقة سخم. ولو ما نيجي بقى نشوف المدرسة المصرية القديمة هنلاقي ان هي دمجة كل مميزات البرانيك هيلينج والريكي والتشي والرقية الشرعية اللي بتتقال دلوقتي، جمع كل حاجة، ان العلاج فيها متقسم على كل الاشكال. اولا المعالجين في مصر القديمة كانوا بيستخدموا طاقة الطبيعة او الطاقة من مصدرها الطبيعي المباشر، من الوان، من احجار، من النجوم، من القمر، من طاقة الشمس، حتى الايام والطاقات الاعلى بتاعتها علشان خاطر يعملوا العلاج فيها. فدي المصادر الطبيعية.
في نفس الوقت كان عندهم كتير جدا من السيمبولز، ان احنا قلنا البرانيك هيلينج كان بيستخدم السيمبولز، فاحنا عندنا في مصر القديمة برضو عندهم السيمبولز والاميولتس زي عين الأوجات مثلا من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في العلاج، زي مثلا الكي اوف لايف مفتاح الحياة من الحاجات اللي بتستخدم في العلاج، زي مثلا الجعران اللي هو الخبري بيستخدم في العلاج. فعندهم سيمبولز كتير جدا جدا زي المدرسة بتاعت إريكي. فإذا هو عنده سيمبولز وعنده زي ما بتستخدم إريكي، وبيستمد كمان طاقة الشفاء من مصادرها الطبيعية زي البرانيك هيلينج. الشفاء في مصر القديمة علشان خاطر أكون هيلر، سواء بقى عشان أعمل سيلف هيلينج لنفسي أو عشان أعمل هيلينج للآخرين، كان لازم الشخص ده يمر برضو بتدريب معين. كانت التدريبات دي بتتم في مصر القديمة في أماكن اسمها بر عنخ، بيوت الحياة، بيوت الحياة، ودي كانت أماكن تابعة للمعابد المصرية القديمة بيدربوا فيها المعالجين علشان يشتغلوا العلاج بتاعهم. فكانت مرحلة العلاج إن هم بيبدأوا في البداية بمرحلة اسمها رخ، ومرحلة اسمها رخ. الرخ دي اللي هي إن هم بيبدأوا يديلهم المعلومات، الطريقة بتاعت العلاج، أماكن المراكز بتاعت الطاقة، كل مركز طاقة إذا حصل فيه خلل النتائج بتاعته أو بتظهر نتائج الخلل في مركز الطاقة ده في شكل إيه، من أمراض نفسية أو أعراض نفسية أو أعراض جسدية. لو أنت عندك خلل مثلا في السولار شاكرا، أعراضه النفسية إيه وأعراضه الجسدية إيه، بحيث إن هم يبقى مروا بمرحلة التشخيص. فبيجي في مرحلة اسمها رخ. رخ معناها نقل المعرفة أو نقل المعلومات والوسائل اللي يقدر بيها يشخص المرض للشخص اللي بيجيله تعبان. بعد كده بتبدأ إعدادهم في مرحلة تانية اسمها حكا. حكا وهي الحدس، اللي هو رفع أو استخدام المعلومات اللي تم تلقينهم. لما بيدلهم معلومات وبيقولوا إزاي تشخص وإيه الأعراض بتاعت الشكرات لما بيبقى فيها مشكلة عنده، بعد كده بيتنقل لمرحلة الممارسة أو مرحلة الرؤية، إن هو يشوف ويجرب أو يتفرج على حالات بيتم معالجتها. المرحلة دي اسمها الحكاة أو الحدس أو المعرفة، إن هو إزاي يقدر يستخدم الحدس بتاعه في إنه يعرف الشخص ده عنده خلل في أنهي مركز طاقة بالظبط لوحده، زي ما بتوع الريكي بيعملوا. ما بيستخدموش الإيه؟ ما بيستخدموش التشخيص العلاجي، ولكن بيعتمد على الحدس بتاعه في معرفة الشاكرا أو مركز الطاقة اللي فيه خلل عند الشخص ده. فبيدربوهم على مستوى الرخ علشان يبقى برانيك هيلر، بيستخدموهم أو بيدربوهم على مستوى الحكاة الحدس، إن هو لوحده كده من نظرة أو من إن هو يشوف ويشاهد سلوكيات الشخص ونفسيته وحركاته والبادي لانجوج بتاعته يبقى بيعاني من كذا، عشان لو هيشتغل ريكي تمام. يبقى إذن المدرسة المصرية جمع كل المميزات بتاعت البرانيك والريكي مع بعضهم، لأن البرانيك والريكي والتشي كلها طلعة من الجذور بتاعت المدرسة المصرية في الطب والعلاج المصري القديم. بعد كده طيب احنا كنا لسه في حد من الأصدقاء بيقول هل ممكن نستخدم مانترا في العلاج؟ المرحلة التالتة بعد ما بيعلموهم ازاي يشخصوا، وبعد ما بيعرفوهم ازاي يثقوا في حدسهم في ان هو يعرف الشخص هو تعبان من ايه لوحده، تيجي مرحلة التالتة اسمها الحو وهي قوة النص او قوة الكلمة. بيبدأوا يدربوهم ويعرفوهم الايجيبشن مانترا، النصوص المصرية القديمة، زي كده ما بنقول الرقية او الكلمات او الايات بتاعت الشفاء اللي موجودة في القرآن، وايات الشفاء اللي موجودة في الانجيل، وايات الشفاء اللي موجودة في التوراة، وايات الشفاء اللي موجودة في اي حاجة، زي كلمة اوم الصينية اللي بيرددوها علشان خاطر تفتح مجال معين من الطاقة او من الوعي. فبيبدأوا يدربوهم على المرحلة الثالثة وهي اسمها حو. وحو هي المانترا اللي بتشتغل على شفاء كل مركز من مراكز الطاقة أثناء المعالج، ما هو شغال على جمع الطاقة
وجمع الطاقة الحيوية بتاعت الشفاء من مصادرها، بيبدأ كمان إن هو يردد كلمات، بيقرأ كلمات معينة sacred text في مصر القديمة، الحودي أو الكلمات والتكست ده من خلالها بيقدر إن هو يستجلب الطاقة الشافية من كل حاجة بيستخدمها، سواء هيأكلها المريض أو هيشربها المريض أو ألوان أو أحجار معينة أو أميلوتس أو رموز معينة، فهو بيشحنها بطاقة الكلمات المقدسة علشان خاطر يوجهها للشخص المريض. احنا طبعا عندنا مانترا مصرية كتير جدا لكل مركز طاقة، في مانترا خاصة بيها من أول الروت، الساكرال، السولر، الهيرت والثرو شاكرا، كل واحدة فيهم بيبقى لها جلسة علاج. وده طبعا النهاردة يعني اللقاء بتاعنا ده برضو عبارة عن محاضرة من كورس على بعضه، عبارة عن 12 محاضرة بنتكلم فيهم وبنتعلم فيهم المدرسة المصرية كاملة في شفاء مراكز الطاقة أو الهالات الطاقية المختلفة، وبنعرف فيها المانترا المصرية بتاع كل حاجة. فإذا بيدربوا الشخص على الرخ، على إن هو يشخص، بيدربوه على الحكاة، على إن هو يرفع الحدس والإحساس بتاعه تجاه الشخص التاني ويعرف هو تعبان من إيه أو بيعاني من أنهي هالة. تالت حاجة الحو، قوة الكلمة أو المانترا المصرية القديمة السيكريت تكست اللي بيشحن بيها الأميلتس وبيشحن بيها الرموز وبيعمل بيها كولكتيف للطاقة الحيوية من الكون علشان يعملها أو يقراها على الدواء، يقراها على الأعشاب اللي هيديها للشخص المريض، يقراها على الأميلت اللي هيعلقها مثلا في رقبته، يقراها على أو يشحن بيها طاقة الحجر اللي هو هيعمل منه أميلت أو يلبسه أو يعمله سلسلة أو خاتم. فقوة الكلمة أو السيكريت تكست اللي بيتشحن بيه كل حاجة المريض محتاجها. وأخيرا مرحلة اسمها السخم. السخم هي مرحلة نقل قوة الشفاء اللي انت عملت لها كولكتيف. قوة الشفاء دي استقطبتها ازاي، ازاي بيتم استقطابها وازاي بيتم وضعها في الاكل، في الشرب، في الالوان، في الاحجار، في كل شيء. وبعدين بتبدأ ان انت توجه الطاقة دي من خلال بعض الأوضاع أو بعض الحركات بتاعة الجسد أو توجيه كف اليد بتاعك لبعض الأماكن اللي فيها الوجع أو المشكلة بتاعة المرض، وبالتالي جمعت مميزات البرانيك مع مميزات الريكي مع مميزات التشي، الثلاث مدارس الحديثة في الهيلينج. فبتوصل بعد كده لمرحلة كبيرة جدا اسمها السيا. السيا اللي احنا بنقول عليها دلوقتي الحكيم، الحكيم. والحكيم دي هي درجة معرفية وعلمية أعلى من الدكتور. يعني احنا لو نفتكر كده في مصر زمان أيام مثلا السبعينات والستينات وكده، ما كانوش يقولوا يا دكتور، كان يقول أروح أجيب لك الحكيم. ليه كلمة حكيم وما كانوش بيستخدموا دكتور؟ لأن كلمة حكيم معناها أنه هو شخص عنده القدرة وعنده الحدس وعنده التشخيص وعنده الطريقة والأسلوب اللي هيعالج بيها الشخص ده على المستوى الفيزيكال، من أعشاب، من خلطات عشبية معينة عشان يعالج الأعراض الجسدية، وعنده كمان الحكمة والمعرفة والحدس اللي تخليه يعالج الشخص ده على الجانب النفسي. ليه؟ لأن لو المصادر النفسية أو لو عرف مصدر التعب النفسي هيختفي العرض الجسدي. فكانوا بيسموا الدكاترة زمان بيقولوا عليها الحكيم مش الدكتور. فدي المرحلة بقى لما بيبقى الشخص خلاص عدى بمرحلة الرخ وعدى بمرحلة الحكاة وعدى بمرحلة الحو اللي هي قوة الكلمة، عدى بمرحلة السخم جمع الطاقة دي كلها وتوجيهها لمكان المرض سواء عن طريق كف اليد أو عن طريق التدليك أو غيره. فبيوصل لمرحلة اسمها السيا، وهي مرحلة المعالج الممارس، ان هو اصبح حكيم، اصبح عنده درجة عالية كبيرة جدا عن الممارسة، وان هو يعالج نفسه او يعالج الاخرين بشكل كويس. فالمدرسة دي احنا عملناها برضو في دورة تدريبية اكبر
بتعدي بكل المراحل. بنبدأ الأول نعرف عن كل مراكز الطاقة اللي موجودة في الجسم، اسمها المصري القديم، الأعراض والمشاكل المرضية بتاعتها. بنمر بمرحلة الحكاة، إزاي إن أنا أقدر بالحدس وبالإنتويشن أقدر أعرف الشخص ده بيعاني من إيه. الحو، قوة المانترا، ونتكلم عن المانترا المصرية اللي بتعالج كل مركز من مراكز الطاقة. السخم، إزاي بوجه الطاقة الحيوية مني كمعالج للشخص اللي بيعاني من مرض عن طريق سيمبولز معينة وشحنها. وأخيرا المرحلة بتاعة السخم، إن أنا أوجه الطاقة مني للشخص مباشرة لحد ما يوصل لمرحلة السياء، ان انت بالممارسات وبالتجربة ان انت توصل لعلاج نفسك، او ان انت تكون بتساعد الاخرين على الاقل في علاج انفسهم. فدي كانت عن مدارس الطاقة الحيوية، بداية من الحديث، وخدناها برضو فلاش باك ورا، ما بين البرانيك وما بين الريكي وما بين النظام المصري القديم اللي بيجمع الاثنين وبياخد المميزات بتاعت كل نظام من الأنظمة بتاعتنا. فطبعا العلاج جميل جدا، ان الانسان يقدر ان هو يفهم الطاقة الحيوية من كل حاجة حواليه ويبدأ يعالج نفسه باستخدام الطاقة الحيوية، اكيد هيبقى افضل من النواحي النفسية والجسدية، فمش هيدخل جسمه كيماويات كتير او مركبات بتاعت ادوية كتيرة. هيقدر ان هو كمان على الجانب النفسي هيكون افضل، ده هيأثر على ان هو يعيش حياة افضل. في نفس الوقت مش مكلف ماديا، لانك بتستخدم الماتيريال الطبيعية اللي الاله او مصدر الكون خلقها وحط فيها الشفاء الكامل. فاذا في كل الاحوال وكل الجوانب، انك تتعلم ازاي تهيل يور سيلف بالطريقة المصرية القديمة لذيذة وجميلة جدا. وبنتكلم فيها كمان على اهم الاعشاب اللي المصري القديم كان بيحطها كمركب اساسي في كل انواع الخلطات والوصفات الطبية العشبية. اهم الاعشاب اللي كانت اساس في كل الخلطات العشبية والطبية، وهنعرف تأثيراتها على علاج الجوانب او الاعراض الجسدية جوه الكورس بتاع العلاج بالطاقة الحيوية. هنا أنا وصلت لنهاية السيشن بتاعت النهاردة، وهي المقارنة ما بين البرانيك وما بين الريكي والعلاج في مصر القديمة. بكرة هنكمل رحلتنا كمان في الأسبوع علوم الطاقة الحيوية في مصر القديمة في نفس الميعاد الساعة 6:30، وهنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، البايو أسترولوجي أند ميديكال أسترولوجي إن أنشنت إيجيبت. إزاي أجدادنا المصريين شافوا إن الكون، الأفلاك، النجوم والسماء والشمس والقمر وكل حاجة من الحاجات دي بتأثر علينا ونقدر نستخدمها في علاجنا النفسي والعلاج الروحي والجسدي. فده هيكون الساعة 6:30 برضو. هفتح لكم باب الاستفسارات والأسئلة، بس هندخل على الزوم مرة تانية عشان المدة الأولى خلصت وهيفصل دلوقتي. وبرضو هرفع لكم إن شاء الله الفيديو ده على جروب سيماتاوي اللي حضراتكم دخلتوا جواه على الواتساب، فتفضلوا مشكورين ادخلوا مرة تانية ونفتح مجال